بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا هو ثاني المجالس الثلاثة من مجالس شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقدم معنا في الأمس بيان مكانة هذا الحديث وأهميته ومدى عناية الفقهاء والعلماء بهذا الحديث لما احتواه من جمل من الفقه والأدب والعقيدة وكثير من علوم الشريعة جليلة كانت مأخوذة من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث في مجلس الأمس عند قول جابر رضي الله تعالى عنه، وقد سأله محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سأله عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. وقف بنا الحديث هاهنا، وقد تقدم أن في الجملة الأخيرة مما سمعت في الرواية قبل قليل فيه أمر عظيم كان عليه شأن السلف عامة والصحابة رضي الله عنهم خاصة في مدى عنايتهم بالاقتداء والاهتداء بسنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان مقصدا عظيما من مقاصدهم رضي الله عنهم، وهو أصل من أصول الشريعة العظام التي قررتها في الكتاب والسنة لأمة الإسلام. وقوله فقدم المدينة بشر كثير، ذكر بعض أهل العلم كما تقدم أنهم ربما تجاوزوا 100,000، وبعضهم أوصلهم إلى 120,000، فهذا تعداد من صحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته اليتيمة الفريدة حجة الوداع. وأيضا به استدل كما تقدم من رأى التعجل بالحج والمبادرة به لكونه عليه الصلاة والسلام خرج وخرج الناس معه وهم يتحرون الاقتداء به، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. يقول رحمه الله: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. قال جابر رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة هو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن كان في ناحيتها. وفي الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث أصل عند الفقهاء في تحديد المواقيت ولا اجتهاد فيها، فإن الذي وقتها يعني حددها وجعلها ميقاتا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس هذا من صنيع الفقهاء، إنما هو توقيف شرعي. فكون ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة هذا هو تحديده عليه الصلاة والسلام،
ولا يزال المكان هذا معروفا باسمه إلى اليوم، وربما سماه بعض الناس أبار علي أو أبيار علي. وجعل لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وهذه الأسماء ما زالت معروفة بهذه الأسماء ذاتها في مواضعها التي حددت، وتتعاقب الأمة جيلا بعد جيل وهي تحفظ تحديد هذه المواقيت. هذه المواقيت موزعة على مداخل مكة من أنحائها، من كل الجهات التي يقصدها الناس إليها. ومن كان دون ذلك، يعني من كان يسكن أو كان بلده أو قريته بين مكة والميقات، فلا يكون في طريقه إلى مكة مرور بالميقات، لأن الميقات قبله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن أهله، يعني يكون ميقاته من بلده، من مسكنه. وفي بعض الألفاظ: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث تبدو عنده نية الحج فيكون ميقاته مكانه. قال: حتى أهل مكة يهلون منها. فإذا جاء الحج وأراد المكي الحج فإنما يهل بالحج من بيته، فيقول لبيك اللهم حجا، وينطلق مع جموع الحجيج إلى المشاعر. هذا الحديث إذن أصل في تحديد المواقيت المكانية. وذكر هنا جابر رضي الله عنه ميقات ذي الحليفة، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: حتى أتينا ذا الحليفة. للفائدة، فإن الميقات الذي لم يذكر هنا في حديث جابر وهو ميقات أهل العراق وما جاورها والمسمى بذات عرق، لم يسمى في حديث ابن عباس، وإنما أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو من حديث جابر رضي الله عنهما، قال: وقد سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. فزاد مسلم في هذه الرواية من حديث جابر، زاد ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، لكن الحديث لا يصح. وإن أخرجه مسلم في صحيحه فإنه هو رحمه الله أعل الحديث، وذكر فيه إعلاله في كتاب التمييز. وقد أخرج هذا الحديث، حديث جابر وفيه ميقات ذات عرق لأهل العراق، عدد من الآئمة أيضا سوى مسلم، أخرجه ابن ماجه والدارقطني كذلك، وفي أسانيدها ضعف، وكذلك رواه أبو داود من حديث عائشة، والنسائي أيضا ولا يصح. فما المعول في تحديد ميقات ذات عرق لأهل العراق؟ المعول فيه ما أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله من حديث ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران وأراد بالمصرين البصرة والكوفة، وقد كانتا حاضرتين كبيرتين، قال: فلما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، يعني لن يكون في طريق أهل العراق ميقات أهل نجد إذا قصدوا الحجاز، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا. قال: فقال: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وهذا هو الصحيح في توقيت هذا الميقات. وعلى كل حال، فما زالت هذه المواقيت وما حاذاها وما كان بمحاذاتها برا أو جوا أو بحرا ميقات معتبر يفتي به الفقهاء للحجاج والمعتمرين إذا قصدوا بيت الله الحرام. يقول جابر: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس قرشية مخزومية رضي الله عنها، صاحبة الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، وهي من قلائل الصحابة من النساء خاصة ممن نال فضل الهجرتين. وأسماء رضي الله عنها لما هاجرت إلى الحبشة كانت زوجة جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه، هاجرت معه إلى الحبشة. ولما قدموا بعد فتح خيبر سنة 7 من الهجرة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وقد فتحت خيبر، لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.
ففرح به عليه الصلاة والسلام وبمن كان في رفقته. ثم استشهد جعفر كما تعلمون رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أحد أمرائها وقوادها الشهداء. فاستشهد جعفر، فتزوجها بعده أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والقصة هنا وهي زوجة لأبي بكر، فلما ولدت بذي الحليفة إنما كان هذا وهي زوجة أبي بكر، قال فولدت محمد بن أبي بكر وهو زوجها الثاني. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنها تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فظفرت رضي الله عنها بالزواج من هؤلاء السادات واحدا تلو الآخر. وولادة أسماء في قصة الحج ورحلة الحج له فوائد ومسائل عديدة استنبطها الفقهاء، منها أولا أنها رضي الله عنها رغم ثقل حملها وقرب وضعها إلا أنها آثرت الخروج للحج ولم تقعد، ولو قعدت لكانت معذورة. لكن هذا ينبيك عن عظيم همم الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء. أما سمعت إنه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، ثم كونها تقدم ذا الحليفة وهو على مسافة قريبة جدا من المدينة فتلد، إذن كانت آنذاك في نهايات أيام حملها، وهي تدرك بحكم الوضع والولادات السابقة ما الذي بقي لها من حملها، ومع ذلك خرجت. وكلنا يعلم أن المرأة إذا قرب وضعها يلحقها من التعب والنصب والرهق الشديد ما الله به عليم. لكن الذي كان يقوم في قلوب الصحابة شيء أعظم، تعظيم الله وتعظيم دينه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الحج ما كانوا ليتأخروا رضي الله عنهم. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ثم محمد بن أبي بكر هو وسائر أولاده وذريته كانوا أيضا من سادات السلف ومن كبار التابعين ومن نال شرف الإمامة في الفقه، وكذلك ابنه القاسم بن محمد بن أبي بكر، فقد كان أحد فقهاء المدينة السبعة الأعلام الذين ترجع إليهم الفتوى ومن يعول عليهم في الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ من التي أرسلت؟ أسماء. الآن هي تستفتي، هي الآن نفساء، فهل تكمل حجها؟ هل تحرم أم ترجع إلى المدينة؟ وفي بعض الرواية أن أبا بكر أمرها بالرجوع وهو يرى أنه لا سبيل لها إلى الحج وقد أتاها هذا المانع وهو النفاس. نعم. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أمرها بالاغتسال. السؤال، هل انتهى نفاسها؟ فلماذا تغتسل؟ هي الآن ولدت، فهل هذا غسل الطهر من النفاس؟ الجواب لا. أي غسل هذا؟ هذا غسل الإحرام. إذن من هنا استدل الفقهاء على استحباب الغسل للإحرام. لما؟ قالوا لأنها نفساء وهذا الغسل لن يرفع حدثها، فإذا كانت وهي نفساء وعليها حدث لا يرفعه الغسل فإذا غيرها من المحرمين أولى بالاغتسال وهو في حقه آكد. ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحباب الغسل للمحرم عند الإحرام، وهو لقول الأئمة الأربعة الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم. بل قال بعض الفقهاء بوجوب الغسل للإحرام، وهو قول عطاء إمام أهل مكة وفقيه المناسك، وقول الحسن البصري وهو مذهب الظاهرية، لكن الراجح استحبابه استحبابا أكيدا. أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وأخذ ابن عمر رضي الله عنهما هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا تنبيه على خطأ شائع يا كرام، كثير من الحجاج والمعتمرين ممن يصحب نساءه من زوجات وبنات وأخوات إذا حاذوا الميقات وكان بعض نسائه على غير طهارة حيضا أو نفاسا
يظن بعضهم أنه لا سبيل لها إلى الإحرام فتتجاوز الميقات ولا تحرم، وخصوصا في العمرة في غير أيام الحج، فيظنون أنها إذا جاءت مكة وقعدت حتى تطهر فإنها بعدما تطهر تعود إلى الميقات فتحرم، بينما الصواب والسنة كما دل هذا الحديث أن الحائض أو النفساء إن جاءت الميقات على غير طهارة فماذا عليها أن تفعل؟ تحرم، تغتسل وتحرم. هل تدخل فتقول لبيك اللهم عمرة إن أرادت العمرة وتقول لبيك اللهم حجا إن أرادت الحج؟ الجواب نعم. كيف وهي غير طاهر؟ نقول الطهارة ليست شرطا للإحرام، هي الآن ستحرم. الإحرام هذا أول أركان النسك، فلا بد أن تبدأ به ولا تشترط له الطهارة، فتحرم تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، ثم إذا جاءت مكة سيأتيكم ما الذي يلزم من الأحكام، تفعل المرأة كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. قال افعلي كل شيء أو افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قاله لعائشة رضي الله عنه وسيأتي بعد ذلك. فالمقصود أن التنبيه على هذا ينبغي التنبه إليه ودلالة الناس عليه. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب. أمرها عليه الصلاة والسلام لأنها نفساء ودم النفاس ما يزال باقيا، أمرها أن تستثفر، ومعناه أن تتخذ قطعة من قطن أو قماش أو نحوه يمنع قطر الدم على الملابس أو على المكان، وأي سبيلة تتخذها النساء في هذا فهو مطلوب، استعمال الأدوات المنظفة أو غيرها مما يقي نزول الدم. قال استثفري بثوب وأحرمي، إذن أمرها بالغسل وأمرها بالاستثفار وأمرها بالإحرام، فهذه ثلاثة مسائل تهم النساء كثيرا أيام المناسك. طيب وأحرمت وقد كان السفر من المدينة إلى مكة يستغرق أياما ولياليا، فإن كان حيضا يسعها أن تصل مكة وقد طهرت، لكن وسائل المواصلات الحديثة اليوم ستصل في ساعة، فأمام الحائض ربما خمسة أيام أو ستة أو سبعة، فالحكم هو هو، تحرم وتبقى حتى تطهر ثم تنزل فتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي مسجد؟ ها؟ في ذي الحليفة، ولم يكن ثمة مسجد مبني، لكن أراد بالمسجد الموضع الذي أصبح مسجدا فيما بعد واتخذه الناس مكانا ليحرموا منه. طيب وأي صلاة صلاها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقصد صلاة فرض أم صلاة ركعتين خاصة بالإحرام؟ ما الذي صلاه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلم رعاك الله أنه وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة نهارا، فمكث بها وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، في اليوم الثاني أحرم، فلماذا بقي بذي الحليفة ليلة كاملة؟ ينتظر اجتماع الناس عليه الصلاة والسلام، أتى ذي الحليفة وبقي فيها، خلافا لمن قال إنه أحرم في اليوم الذي وصل فيه، بل الصحيح أنه بات ليلة، ثم اختلفوا لما أصبح في اليوم الثاني هل أحرم بعد صلاة الفجر أم أحرم بعد صلاة الظهر؟ قولان للعلماء، رجح النووي رحمه الله أنه أحرم بعد الفجر، والصواب الذي رجحه ابن كثير وابن القيم أنه أحرم بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الحديث الذي أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن إلى أن قال ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. فبعد أي صلاة إذن؟ صلاة الظهر. هنا مسألة مهمة، من أراد الميقات فأتاه فأحرم هل يصلي فرضا إن وافق قدومه وقت فريضة؟ هذا لا خلاف فيه،
أنه من أتى الميقات وكان وقت صلاة فريضة من الفرائض جاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، فإن الأقرب للسنة والموافق لها إذا صلى الفرض أحرم بعده، فإن لم يكن وقت فرض فهل يتحرى صلاة ركعتين استقلالا مخصوصة بالإحرام؟ هذان أيضا مذهبان للفقهاء. الجمهور على أنه يخص للإحرام ركعتين استحبابا إذا ما وافق الوقت وقت فريضة، وعلى هذا الجمهور، ويرون أن العموم في مثل قدومه عليه الصلاة والسلام للإحرام في هذا الحديث فصلى وأحرم أنه وافق الفرض، فإن لم يكن فليصلي ركعتين استحبابا. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا يخص الإحرام بالصلاة، فإن وافق فريضة وإلا فلا، والأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله. وبعضهم يرى أن صلاته صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة على وجه الخصوص كان لأمر مخصوص، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي المبارك. فوادي العقيق بذي الحليفة مخصوص بالبركة، وهذا أمر غيبي، ولما جاء به جبريل عليه السلام بالوحي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلذلك خصه بهذا الفضل والمنقبة والمكانة. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه. نعم. قال ثم ركب القصواء. ما القصواء؟ ناقته صلى الله عليه وسلم. وبعض رواة الحديث ضبطها فقال ثم ركب القصوى، لكنه خلاف الصحيح، والصحيح اسمها القصواء وهذا خطأ. يقول ابن قتيبة كان للنبي صلى الله عليه وسلم نوق منها القصواء والجدعاء والعضباء. وقال القاضي عياض ثبت هنا في الحديث أنه ركب القصواء، وفي آخر الحديث أنه خطب على القصواء، وفي رواية غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر خطب على ناقة خرماء، وفي رواية ثالثة على ناقة مخضرمة، وفي الحديث أنه كانت له ناقة لا تسبق تسمى القصواء، وفي حديث آخر سميت بالعضباء. يقول القاضي عياض فدليل هذا كله أنها ناقة واحدة، لكن اختلف في الرواية أسماؤها. يقول الحربي العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة مثلة في أذن الناقة، يعني عيب ونقص فيها، فهذه أسماء عند العرب، يقال العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة. فقال القصواء التي قطع طرف أذنها، والجدعاء ما قطع أكثر أذنها. وقال الأصمعي كل قطع في الأذن في اللغة يسمى جدعا، فإذا إذا قطع شيء من أذنها ستسمى جدعا، فإن جاوز الربع فهي عضباء. قال والمخضرم من الناقة المقطوع الأذنين، فإذا اصطلمت يعني كانت مصمتة فهي صلماء إلى آخره. والمقصود أنها ناقته عليه الصلاة والسلام التي كان يركبها في كثير من أسفاره وقد حج عليها. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني الأرض الممتدة في ذي الحليفة. قال جابر نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. بماذا يشعرك هذا الوصف؟ بجلالة الموكب وهيبة العدد المجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أشرف موكب في مواكب الحجيج عرفه التاريخ، لأن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والمبشرون والسابقون والمهاجرون والأنصار، فيه خيرة البشر وصفوة أهل أرض الله آنذاك. أعظم موكب حج البيت الحرام واتجه قاصدا المواقيت
هذا الركب المبارك. فانظر كيف يصف جابر، يقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا العدد المهيب المجتمع صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقوله بين راكب وماش، إذن من الصحابة من حج راكبا ومنهم من حج ماشيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كيف حج راكبا. وهنا يسأل الفقهاء مسألة: أيهما أفضل في الحج، الركوب أو المشي؟ منهم من فضل الركوب واستدل لذلك بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جئنا نفضل بين فعلين كلاهما جائز، فأي الأمرين أفضل؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما، تفضيل الركوب في الحج. قال: ولأن فيه فضل النفقة، يعني من يحج راكبا سينفق أكثر من الذي يحج ماشيا، ففيه زيادة بذل يقابل زيادة أجر. هذا سبب ثاني لتفضيل الركوب. وسبب ثالث أن الركوب فيه توفير للراحة التي تعين على أداء النسك، يعني أن تركب من منى إلى عرفة يوم التاسع فتكون مرتاح البدن والجسد، مستعينا على ذلك بالوقوف يوم عرفة والاجتهاد في الدعاء. هذا أفضل من أن تمشي من منى إلى عرفة فيصيبك من التعب والإعياء ما تحتاج معه راحة، ينصرف الوقت لتريح الجسد أو لتستريح قليلا. هذا قول من يفضل الركوب الآن. ثم قاله أيضا: فيه تعظيم لشعيرة الحج بأبهة الركوب في تلك المناسك، أن تكون راكبا هذا أكثر هيبة. وأما الآخرون فقالوا إن المشي أفضل في الحج، ما دليلهم؟ وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج، ذكر المشي وذكر الركوب. ها، قالوا: لأن المشي فيه تعب أكثر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني كلما كان التعب أكثر كان الأجر أكثر. ففضلوا الحج ماشيا على الحج راكبا، وقالوا لأنه عبادة في نفسه. هذان قولان، لكن الصحيح يا كرام أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فثمة شباب فيهم من القوة والقدرة على الحج ماشيا، ويرى أن ذلك مما يتقرب به إلى الله ولا يرهقه المشي ولا يتعبه، ثم يستغل وقته ماشيا في ذكر وتهليل وتلبية وقراءة ودعاء، فيعظم أجره أضعاف أضعاف. ومنهم من لا يقوى على ذلك فيكون الركوب في حقه أفضل، لكنهم اتفقوا على أن الوقوف بعرفة يحتاج إلى ركوب، إن كان سيقف أن يكون مستريحا كما وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة على ظهر ناقته يدعو، يلتمس في ذلك صلى الله عليه وسلم التوجه والتفرغ إلى ربه عز وجل. يقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه، نعم، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. أيضا تأمل معي، ما الذي يجعل جابرا رضي الله عنه في وصفه لرحلة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرج هذه الجمل العظيمة؟ هو والله تعليم للأمة ولأجيالها اللاحقة، هو يحكي لك شيئا استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم. أرأيت هذا الجمع المهيب الكبير الذي خرج مرافقا له صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ماذا قال قبل أن يدخل في تفاصيل الحج. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا،
وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. يعني أما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتم الحج والعمرة لله، وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لكن أين تفاصيل هذا الحج وأفعاله وأركانه وواجباته وخطواته واحدة واحدة، وترتيب أعماله، ما الذي يكون أولا ما الذي يكون ثانيا؟ من أين جاء هذا؟ جاء من صنيعه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه قول الله: ولله على الناس حج البيت. قال: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. إذن هو الذي سيعلمنا كيف نحج، هو الذي سنأخذ منه كيف نقف بعرفة، وكيف نرمي الجمرة، وكيف نبيت، وكيف نحلق، وكيف نطوف، وكيف نسعى. عبد الله، هذا باب كبير ليس في الحج فقط، في الحياة كلها. تريد الوصول إلى جنة الله، عليك بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلك مسلكه، والله لن تجد طريقا أقرب إلى جنة الله ورحمة الله ورضوان الله، لن تجد طريقا أقرب من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن يخيل لك الشيطان أن طريقا ما ومنهجا ما ومسلكا ما ومذهبا ما بوسعه أن يأخذ بيديك نحو مدار مراتب ودرجات أعلى في الجنان ونيل رضا الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن. هذا تأكيد، الوحي يأتيه، فما أتاه من وحي تعلمنا منه. قال: وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. هذا تأصيل للمنهج، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم سيفعلونه. هذا المنهج العجيب هو الذي ذكره جابر قبل جملتين وختمنا بها مجلس البارحة، لما قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. أكان سهوا من جابر أن يعيد هذه القضية بعد كل جملتين ويكررها؟ لا، لكنه يؤكد على معنى عظيم. تدري إلى أي درجة بلغ هذا المعنى عندهم؟ حتى الغائب منهم الذي لم يكن بذي الحليفة معه، وأقصد ها هنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، كلاهما كان باليمن، وعلي ذهب ليسوق الهدي، وأبو موسى رضي الله عنه كان هناك أيضا، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركاه في الموسم بمكة. الآن ليس معه في ذي الحليفة، وباقي الصحابة هم معه، فأي شيء عمل به عملوا مثله، والغائب ماذا فعل؟ حتى تعرف أن هذا أصل استقر عندهم. أما علي فلما قدم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا أهللت؟ يعني ماذا قلت في الميقات؟ بماذا أحرمت؟ ماذا نويت في النسك؟ فكان الجواب العجيب، قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدري ما هو النوع، لا يدري أي نسك، لكن قال: لبيك اللهم كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أحسنت. وسيأتي الحديث في ذكر ما وجهه به عليه الصلاة والسلام. هذه قضية مفروغ منها عند هذا الجيل المبارك، خير القرون في الأمة وأشرفها وأطهرها، لتعلموا رعاكم الله أن الشرف والفضيلة التي نالها ذاك الجيل إنما نالوها بهذا السبب، أعني صدق الطاعة والاتباع، تمام الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رام في الأمة الوصول إلى الشرف والمراتب العلى والدرجات السامية فليسلك هذا السبيل في شدة التحري والاقتداء والاستمساك بهدى وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: فأهل بالتوحيد. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، والمقصود بالنية هو عقد العزم على الدخول في النسك، وهو أول أركان النسك الإحرام. والمقصود بقول الفقهاء: الإحرام من الميقات هو النية،
وأما قولك لبيك اللهم فهذه ليست النية، هذا ما هو؟ هذه التلبية، والتلبية عمل، وهي سنة من سنن الحج على قول الجمهور وهو الصحيح. لكن الركن ما هو؟ هو عقد في قلبك تنوي به الدخول في النسك. إذن هل يمكن أن ينعقد الإحرام في قلب محرم وهو لم يلبي بعد؟ الجواب نعم. فإذا جاء الميقات ونوى أنه محرم بعمرة أو محرم بحج انعقد إحرامه. فقولهم الإحرام من الميقات يعني النية وهي ركن. وأما التلبية فقولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا بسائر ألفاظ النسك، حج إفراد أو تمتع أو قران، التلبية سنة عند الجمهور. وأما أبو حنيفة فيقول بعدم انعقاد الإحرام بالنية حتى يضيف إليها التلبية أو يسوق الهدي، وأما الإحرام بالنية وحده فلا يكفي. قال فأهل بالتوحيد، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية معشر الحجيج شعار الحج. روى سعيد بن منصور في سننه عن أيوب قال رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحجاج ويقول قوموا فلبوا، فإني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي زينة الحج. بل جعل الإمام مالك رحمه الله التلبية واجبا وجعل في تركها دما، من ترك التلبية فعليه الدم، والراجح خلافه. لكن المقصود العناية معشر الحجيج بهذا اللون العجيب من العبادات في الإحرام وهو التلبية. ومن أسف شديد أن كثيرا من الحجيج يزهد في التلبية. كيف يزهد؟ لا يقولها إلا مرارا معدودات، وإذا قالها قالها بصوت خافت. والمشروع في التلبية للحجاج والمعتمرين أن يلزمها منذ أن يحرم من الميقات وحتى يقدم البيت ويأتي الكعبة، فيقطع التلبية ويشرع في الطواف. وطيلة الطريق يظل مشغولا بالتلبية، بل بإن بعض الفقهاء يرى أن التلبية للمحرم عند إحرامه أفضل له من سائر أنواع الذكر حتى من قراءة القرآن، واشتغال المحرم بها أولى. وفي الحديث الصحيح أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية. وثبت أيضا رفع الصوت بالتلبية في حجته صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر فما بلغ الروحاء وهو موضع قرب المدينة حتى بحت أصواتهم بالتلبية، وذلك لما قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نحتاج يا كرام إلى إحياء هذه السنة العظيمة، فهي فوق كونها شعارا للحج وزينة للحج هي توحيد كما قال هنا في الرواية فأهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية حقها والله بلا مبالغة أن تفرد بمجلس، وأن يكون الحديث عن جملها وما اشتملت عليه. وكيف أن التلبية في الحج للحاج تعيد من جديد تجديد معنى التوحيد في قلبه وصلته بربه وتعلقه الصادق بخالقه. تدري ما معنى لبيك؟ لبيك تقولها العرب إذا ما ناداها أحد بالاسم، فإذا قال لك أحد يا فلان وناداك باسمك فبوسعك أن تقول في الإجابة نعم أو تقول أجبت. لكن إذا قلت لبيك كان هذا أبلغ وأرقى وأعظم أدبا. كلمة لبيك يقولها العبد لسيده، والولد لأبيه، والتلميذ لأستاذه، يقولونها عند العرب تجمع بين الأدب والخضوع وإعلان الإجابة مرة بعد مرة. فإذا قال الرجل لمناديه لبيك يعني أجبتك مرة بعد مرة سمعا وطاعة وسرعة وبرا، فيجعلون هذا في غاية الأدب في إجابة النداء. وأنت لما تقول في الإحرام في الميقات أو بعد الميقات أو في ذهابك إلى عرفات أو في منى تقول لبيك اللهم، هل ناداك الله حتى تقول لبيك يا الله؟ نعم ناداك الله وأنت تقول أجبتك يا رب.
يقول ابن عباس في تفسير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، لما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالأذان في الحج وقف بعدما أتم بناء الكعبة فقال أي ربي وما يبلغ صوتي؟ قيل أذن وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم على المقام، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، فجعل ينادي أيها الناس إن الله قد ابتنى بهذا الوادي بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأنفذ الله صوته في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فمن أصابته الدعوة أتى للحج فقال لبيك اللهم لبيك. من يستشعر هذا المعنى ويشعر أنه إذا قدم في العمرة أو الحج أصابته دعوة إبراهيم عليه السلام منذ ألوف السنين، والله لن يقدم إلا وملؤه شعور بتعظيم رب هذا البيت وبهذا البيت، ويأتي مستشعرا فضل الله عليه، أيحق لك إذن أن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ عبارات فيها توحيد لله، فيها تعظيم، فيها تعلق صادق، فيها افتقار وذل، فيها نسبة الفضل إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة، فيها اعتراف بالنعمة والملك، هي عبارات تقطر توحيدا. عندئذ ستدرك أنك عندما جئت تحج لا تظن أنه بكدك وتعبك وأنه بجدك واجتهادك، أتظن أنك جئت تحج العام لأنك ملكت قيمة تذكرة وأجرة حج وقيمة اشتراك في شركة سياحية ورسوم تدفعها فجئت تحج؟ أبدا، والله كلنا يعلم أنه في الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج، أليس كذلك؟ وفي الأمة من هو أصح بدنا وعافية مني ومنك ولم يحج إلى الآن، وفي الأمة من هو أقدر بالوسائل والأسباب والعلاقات والوساطات والجاه ولم يحج. أدركت أنه محض فضل من الله وتقدير إلهي كريم، والوفادة أكرمك الله بها. يقول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، دعاهم فأجابوه، ولهذا يقول لبيك اللهم. من يستشعر هذا المعنى والله ما يفتر لسانه عن التلبية ولا ينقطع، بل يستلذ بها كلما كررها وكلما عاودها وجد لها لذة وطعما واستمتع بها، فلا يفتر ولا يضعف ولا ييأس ويظل يكررها مستشعرا فضلها ومعناها. هذا معنى أن تكون التلبية زينة الحج وشعار الحج، ترفع بها الأصوات وتضج بها الطرقات وتهز بها خيام الحجيج بمنى وعرفات، يستشعرون معناها وفضلها ومكانتها. يقول جابر فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبى بالتوحيد مخالفا تلبية العرب التي كانت عليها في الجاهلية قبل الإسلام، فإن الجاهلية التي لوثت العقائد والتي مسخت الفطر جعلتهم حتى في الحج وحتى في أيام الموسم وحتى في المناسك التي يتقربون بها إلى الله يلطخونها بلوثات الجاهلية والوثنية، فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل صلى الله عليه وسلم تلك الجاهلية والوثنية والشرك في صرف العبادة والاعتقاد والتعلق بغير الله جل جلاله. فأهل بالتوحيد، افهم رعاك الله من هذه الجملة التي يفيض بها هذا المعنى الكبير، أن قوام التوحيد، أن قوام الحج في عبادته ومناسكه توحيد الله سبحانه، وأنه أصل بناء هذا البيت. وأذن في الناس بالحج قالها الله بعدما قال له وطهر بيتي، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فعلى التوحيد بني البيت وعلى أساسه ارتفعت قواعد البيت، ومن أجله نودي في الناس بالحج إلى البيت. فلا مقام لذرة من تعلق بغير الله عندما قدم ليحج بيت الله، كيف يبقى في القلب موضع تعلق وأنت تقول في أول خطوة في الإحرام لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ علينا هنا أن يتواطأ القلب مع اللسان في استشعار معاني التلبية بألفاظها الجليلة، والمقام في هذا يطول. وحق هذه التلبية وما اشتملت عليه من المعاني العظام أن تفرد بمجلس
يستشعر فيها الحجيج هذا المعنى الكبير في هذا الشعار العظيم في نسكهم لحج بيت الله الحرام. قال: وأهل الناس بالذي يهلون به. نعم، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. أراد رضي الله عنه أن التلبية هذه التي ما زلنا نستعملها إلى اليوم هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عباراته وهي ألفاظه الكريمة عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي كان فيه بعض الصحابة يستعمل في التلبية ألفاظا أخر. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني ما منعهم. أخرج الآئمة أصحاب السنن بعضا من تلك العبارات. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد في التلبية: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك مرغوبا إليك. وأخرج أيضا مسلم في صحيحه عن ابن عمر، وأخرجه أيضا عن عمر، أنهم كانوا يقولون في التلبية زيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد والدارقطني وفي العلل عن أنس رضي الله عنه أنه ربما قال في تلبيته: لبيك حقا تعبدا ورقا. ألفاظ كان فيها من التعبير عن هذا المعنى في الافتقار إلى الله والتعلق بفضل الله، لا تنافي التوحيد ولا تناقض عباراته صلى الله عليه وسلم. وربما قال بعضهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. هذه ألفاظ لو خلطها الحاج في تلبيته لكانت مشروعة ولا حرج فيها. استدل جابر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم. ثم ماذا قال؟ ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ما تجاوز تلك الجمل والعبارات، بل بقي عليها صلى الله عليه وسلم. فمن اقتصر عليها كان مقتصرا على الأفضل والأكمل، ومن أتى بتلك الجمل التي أثرت عن السلف فالأمر فيه سعة أيضا إن شاء الله تعالى. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لسنا ننوي إلا الحج، يعني لما تحركوا من ميقات ذي الحليفة ماذا كانت نية الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميقات؟ كانت نية الحج. قال: لسنا نعرف العمرة. هل هذا المعنى هو المتبادر؟ يعني الصحابة إلى زمن حجة الوداع لا يعرفون العمرة؟ لا، هو ليس ينفي العلم بالعمرة، هو يقول: نحن في الميقات لم يخطر ببال أحدنا نية العمرة. ماذا كانت النية؟ الحج فقط. طيب، أليس التمتع عمرة وحجا؟ إذن عمرة مع الحج، لكن هذا لم يكن معهودا عند العرب قبل الإسلام، بل كانت العمرة عندهم في أشهر الحج ممتنعة مرفوضة، بل كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يقولون: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز لأحد أن يأتي مكة محرما ولا يقصد الكعبة بالنسك إلا للحج. يقول: هذا أشهر الحج، فإن أحرم فيه بعمرة فقد ارتكب جريمة وأتى فجورا عظيما. ولهذا قال جابر في الميقات: لسنا ننوي إلا الحج. قال: لسنا نعرف العمرة. فإذا قبله قوله جابر رضي الله عنه مع حديث آخر قال فيه: مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، يرد كل ما خالفه من رواية، كما يقول القاضي عيام أن منهم من كان معتمرا أو كان متمتعا أو قارنا. الصحابة عامتهم أحرموا من الميقات وليس في نية أحدهم إلا الحج. لما جاءوا مكة، وسيأتيك بعد تمام السعي
أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا هذا الإحرام إلى عمرة، وأمرهم بالتحلل بعد تمام الطواف والسعي، وأن يجعلوا ذلك عمرة ثم يحرمون بالحج، فاستنكروا ذلك لأنهم ما كانوا يعرفونه ولا يعهدونه، وسيأتيك ما الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام. فكانت العرب إذن لا ترى العمرة في أشهر الحج ويرونها فجورا غير جائز، ولذلك كانت أيضا عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج على الصحيح، ما اعتمر إلا في ذي القعدة، ولم تكن له عمرة في شعبان ولا في رجب، وكانت عمرته كلها في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، قال حتى إذا أتينا البيت معه، ماذا يقصد بالبيت؟ الكعبة، وأنهم وصلوا مكة وأتوا، قال استلم الركن، إذن يشرع للحاج أو المعتمر إذا وصل مكة أن يبدأ مباشرة بالطواف. هل يشرع للمحرم إذا وصل مكة أن يبدأ بشيء آخر قبل الطواف؟ يتحرج بعض الحجيج وبعض المعتمرين إذا وصل مكة واتجه إلى السكن ونزل الفندق، تحرج من الراحة، وربما بقي في سفره ساعات طوال، خصوصا للقادمين من مسافات بعيدة، فربما بقي في سفره مزيدا على يوم وليلة، وهو ينتقل من مطار إلى مطار، ومن ميناء إلى ميناء، ثم من طائرة إلى سيارة وغيرها، فإذا وصل مكة كان في غاية التعب والإرهاق، فيرون حرجا، فتجدهم يأتون رغم تعبهم وإرهاقهم ويصرون على البدء بالطواف وهم في غاية التعب والإعياء، فلا يدري أحدهم كم شوطا طاف، ولا يستحضر معنا دعاء، ولا يصبر على شيء من الوقوف والتأني والخشوع، لأنه في غاية التعب، وإذا بدأ فيسأل متى ينتهي، وإذا أتى المسعى فعل مثل ذلك، وفيه من المشي والمسافات الطوال ما يزيده تعبا فوق تعب. اعلم رعاك الله أن المشروع نعم الابتداء بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة نزل بذي طوى واغتسل، وربما كانوا يقضون في طريقهم الأيام والليالي فيبيتون ويستريحون، ودخل البيت عليه الصلاة والسلام متهيئا نشيطا مقبلا على طاعة الله، فلا حرج إذن لمن أتى مكة وعنده شيء من التعب أو عذر سواه أن يستريح، ليكون ذلك عونا له على طواف وسعي بنشاط وراحة بدن يستحضر فيه معنى دعائه وتوجهه إلى ربه. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، أي ركن؟ الحجر الأسود، بدأ به صلى الله عليه وسلم. ما المقصود باستلام الركن هنا؟ تقبيل الحجر، استلمه أي قبله، وهذه واحدة من سنن ثلاثة مع الحجر الأسود، التقبيل. فإذا ابتعد عنه وما استطاع الوصول بسبب زحام أو غيره، فالسنة الثانية أن يضع يده على الحجر ثم يقبل يده، والسنة الثالثة إذا كان في مزيد بعد عن الحجر وكان بيده عصا أو نحوها أن يجعل ذلك على الحجر فيستلمه به ثم يقبل المحجنة أو العصا التي معه كما فعل صلى الله عليه وسلم. إذن إما يقبل الحجر مباشرة أو يضع يده على الحجر فيقبل يده، أو يستلم الحجر بشيء في يده ثم يقبله، كل ذلك مسنون مشروع، فإن زاد ابتعاده اكتفى بالإشارة إليه من بعد وكبر وانطلق في طوافه. هذه السنن في الحجر الأسود خاصة. أما الركن اليماني الواقع قبل الحجر الأسود فالسنة فيه واحدة فقط، أن يمسحه دون تقبيل، فإذا ابتعد عنه فلا يشير إليه بل يكتفي بالتكبير بمحاذاته. قال جابر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الجري الخفيف أو سرعة المشي مع تقارب الخطوات وخفة في الهرولة قليلا، ليس هو السعي الجديد ولا الجري الشديد، هو جري خفيف
قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وسبب ذلك في الرمل أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرة القضاء، وقريش آنذاك لم تدخل الإسلام بعد، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرملوا، لأن قريشا قالت قد أصابتهم حمى يثرب وأصابهم الوهن، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم الجلد والقوة في أصحابه، وكانوا ينظرون إليهم من بعد فرأوا فيهم نشاطا وجلدا وقوة، فازدادوا هيبة للإسلام وأهله. وقد قال بعض أهل العلم: إن كانت هذه حكمة للرمل وقد زالت وأصبح مكة وأهلها مسلمون فلا حاجة إلى هذا الرمل، لكن الصحيح أنها سنة، وإن كانت حكمتها متحققة في زمنه عليه الصلاة والسلام دون ما سواه يبقى الرمل مشروعا. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، قال: ومشى أربعة، فيرمل في الثلاثة الأشواط. هذا الرمل خاص بطواف القدوم ولا يشرع في غيره، لا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع. وخطأ بعض الطائفين أن يرمل في طوافه أي طواف، لكنه خاص بطواف القدوم كما سمعت. والسنة أيضا في الرمل أن يكون للرجال دون النساء، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على عدم استحباب الرمل للنساء، كما لا يشرع لهن للطباع، والاضطباع هو أن يكشف المحرم كتفه الأيمن، بأن يضع وسط إزاره تحت عاتقه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، فهذا للرجال خاصة، وهو أيضا من سنن الطواف خاصة دون السعي، فيضطبع ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول. التنبيه الأخير في الرمل يا كرام أن الرمل لا يكون مع الزحام الشديد، وخطأ بعض الحجيج أيضا إذا كان المطاف مكتظا بالزحام يصر على الرمل، فربما دافع الحجيج واستعجل في إكمال رمله، متى وجد متسعا في جزء من طوافه رمل، وإذا تعذر بسبب الزحام فهو مأجور، لأنها سنة أرادها ولم يجد سبيلا لتطبيقها. قال: استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. إذن الرمل سنة من سنن الحج في طواف القدوم خاصة، وهو مذهب الجمهور، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه لم يقل بسنية الرمل في الطواف، ولعله لم يبلغه الدليل رحمة الله عليهم جميعا. ونص الإمام أحمد أيضا في رواية في مسائله على أن أهل مكة لا رمل عليهم، وإن كان أحدهم حاجا وطاف في حجه فلا رمل عليه، لأن الحكمة في الرمل إنما كانت لغيرهم ولا تتحقق فيهم. قال جابر رضي الله عنه: ثم نفذ صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم، أي خرج وعبر من المطاف إلى مقام إبراهيم بعدما انتهى من طوافه، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني وقف خلف المقام والكعبة أمامه، وصلى ركعتي الطواف. ركعتا الطواف سنة عند الجمهور، سنة لكل طواف ركعتان، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى وجوب هاتين الركعتين، وأوجبوا فيهما دما بتركهما. قال مالك: إن ابتعد عن الحرم ولم يأتي بركعتي الطواف وجب عليه الدم، ومال إليه بعض الحنابلة كابن مفلح رحم الله الجميع، واستدلوا لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والراجح الذي عليه الجمهور أن ركعة الطواف سنة،
فمن تركها نسيانا صح طوافه ولا فدية عليه ولا دم يلزمه بتركهما. لكل طواف ركعتان، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، سواء كان يطوف طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع، كل طواف سبعة أشواط. ليس هناك تطوع في الطواف بشوطين ولا ثلاثة، فمن تطوع جاء بسبعة أشواط. وهل يجوز خصوصا في أوقات الزحام لشخص يحب الاستكثار من الطواف، هل يجوز له أن يطوف سبعا فسبعا فسبعا من غير ركعتين بينهما، بحيث إذا انتهى من أسبوعين، الأسبوع عند الفقهاء يعني سبعة أشواط، فإذا انتهى من أسبوع وبعده أسبوعا آخر طاف سبعة وسبعة، ثم يخرج من المطاف يصلي ركعتين فركعتين لكل سبعة أشواط؟ كره ذلك فقهاء الإسلام من السلف والخلف، وكراهته تدل على الجواز، ومع ذلك فقد ثبت عن بعض السلف فعل ذلك، كما ثبت عن عائشة والمسور بن مخرمة ومجاهد وغيرهم، والإمام أحمد رحمه الله أيضا أفتى بصحة ذلك وجوازه. والأفضل والأكمل أن يجعل لكل طواف بسبعة أشواط ركعتان بعده، فإذا أراد مزيدا استأنف طوافا جديدا بعد الركعتين، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا قرأ الآية وهو يتجه إلى المقام يريد صلاة الركعتين؟ يعلم الأمة كيف نمتثل أمر الله. إذن هو يتأول الآية، يعني يمتثلها، قرأها وجاء فصلى، كما قرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله لما أتى على الصفا. يعلمنا كيف نعظم كلام الله، كيف نمتثل أمر الله، كيف نستجيب لما جاء في القرآن. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول، أبو من؟ أبو جعفر، نعم، لأنه الراوي للحديث عن أبيه محمد بن علي. فقال: فكان أبي، وأبوه محمد بن علي، قال: فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولهذا قرر الفقهاء أن من سنة ركعتي الطواف أن تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان يسميهما الفقهاء سورتي الإخلاص، فالكافرون توحيد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، توحيد خالص، ومفاصلة بين الإسلام والكفر، ولا التقاء في المنتصف. وسورة قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص كاسمها، إعلان بتوحيد الله جل جلاله وتفرده سبحانه وتعالى. أيضا تقرير هاتين السورتين في هذا المقام في صلاة ركعتي الطواف تأكيد لقضية التوحيد في الحج، وعظيم ارتباطها بالمناسك خطوة بخطوة. بدأ بالتوحيد فأهل به، جاء في الطواف فطاف بالكعبة، والطواف توحيد، لأنه لا يطاف تعبدا في بقعة على وجه الأرض إلا ببيت الله، فهذا توحيد عظيم. فلما فرغ من الطواف قرأ بسورتي الإخلاص توحيدا لله، فقال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نفهم أيضا من الحديث أن من صلى ركعتي الطواف إن تيسر له خلف المقاف فهو السنة، وإن كان زحام كما هو في أيام الحج فإنه يتوسع في ذلك ولا يشق على نفسه ولا على إخوانه، فيصلي في أي مكان ويبتعد عن طريق الناس. ولو ابتعد خلف الصفوف فصلى من بعد وكان خلف المقام صدق عليه أنه صلى خلف المقام، حتى لو جاءه من مسافات بعيدة وجعل المقام بينه وبين الكعبة يصدق عليه أنه صلى خلف المقام. ومع ذلك فمن صلى في أي بقعة في المسجد الحرام هنا أو هناك صح منه ذلك ولا يتحرج فيه، بل إن من تعمد الصلاة خلف المقام وكان في ذلك من الحرج والمشقة على إخوانه من المسلمين لعله كان إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم والله، فيعطل الطواف ويزاحم الناس، وربما دافع بعضهم في
في إصرار على الصلاة خلف المقام، فاتخذ من بعض رفاقه سترة له يحجزونه في الصلاة ويمنعون الناس، وربما صاحب ذلك مدافعة أو مخاصمة أو شيئا من المجادلة والأذى، وكل ذلك والله ممتنع. أنحصل سنة فنقع في محرم؟ أذية المسلم حرام، وإذا تعدى إليه بضرب أو مد يد واعتداء أو انتقاص واحتقار كان ذلك أعظم، أذية المسلم محرمة. ولا يتوصل إلى تطبيق سنة لنيل أجرها بالوقوع في محرم، تماما كما في استلام الحجر. من تيسر له استلام الحجر الأسود رغم ما فيه من الأجر والثواب فنعم بها، لكن أن يدافع بالمناكب والأيدي وربما تسبب في مضاربة أو شد أو مزاحمة، وربما وجدت بعضهم خارجا من زحام الحجر الأسود وعليه أثر المزاحمة بأنف قد سال منه الدم وبلكمة وجدها في عينه أو ضربة في أي تعبد هذا؟ أبدا هذا ما يليق. وإن كان هذا يقال في حق الرجال فهو للنساء آكد. المزاحمة في هذه الأماكن من أجل رغبة الحصول على الأجر هو إلى الإثم أقرب. حجت عائشة رضي الله عنها في سنة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحجت معها مولاة لها جارية، فلما طافت الإفاضة أتت إليها فقالت: يا أماه، طفت بالبيت واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. جاءت فرحة تخبرها بأنها أتمت طواف الإفاضة وقد استلمت الحجر الأسود مرتين أو ثلاثا. ماذا قالت عائشة؟ قالت لها: لا آجرك الله، تزاحمين الرجال؟ هلا طفت من بعد وأشرت إلى الحجر أو إلى الركن واكتفيت بذلك؟ فما رضيت لها رضي الله عنها، وهي الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، أن يكون هذا شأن النساء. فنحن في حاجة معشر الرجال أن يكون لنا في توجيهنا لرفقتنا من النساء الزوجات الأمهات الأخوات البنات شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. أي ركن؟ الأسود. هل هو في طواف؟ هو فرغ من الطواف، فلماذا جاء إلى الركن؟ سؤال: هل يجوز استلام الركن الأسود في غير طواف؟ يعني جئت فصليت عند الكعبة وكنت قريبا من الحجر، صلاة فريضة مع الإمام، فلما أتم الصلاة وجدت متسعا فقمت وقبلت الحجر، هل تقبيل الحجر وحده عبادة أم هو جزء من الطواف لا يكون إلا في طواف؟ فعله هنا صلى الله عليه وسلم يدل على جواز استلام الحجر في غير طواف. وبعض الفقهاء خص هذا بطواف القدوم، قال: لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم في طواف تطوع ولا في طواف الإفاضة، والصحيح مشروعية ذلك طالما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب، ماذا أنوي عندما أقبل الحجر؟ لست في طواف، جئت مارا من عند الكعبة أو صليت فرضا فوجدت متسعا فأتيت وقبلت الحجر وأنا لست طائفا، ماذا أنوي؟ نعم، أنوي تعبدا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية أنوي به فضلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، والحديث صحيح عن الحجر الأسود: إن الله يبعثه يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وأنوي أيضا فضيلة ثالثة يقول صلى الله عليه وسلم عن الركن والحجر الأسود كما في حديث ابن عمر: إن مسحهما يحط الخطايا. فهذه عبادات جليلة، ولكن من الخطأ أن يظن أن المسح به تبرك، وأنه بمسح الحجر يمسح به وجهه أو قطعة من قماش تكون معه، أو يمسح على الحجر فيمسح وجه طفله أو رضيعه الذي يكون بيده. ليس هذا المقام مقام تبرك. والدليل على ذلك حديث عمر في الصحيح رضي الله عنه لما قال وقد أتى إلى الحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا تأكيد على عبادات
متعلقة بالحجر الأسود، فيها أجر وفضل عظيم. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني في طريق خروجه صلى الله عليه وسلم من المطاف متوجها إلى المسعى بعدما أتم الطواف. أي طواف؟ طواف القدوم. أنواع الطواف في الحج كم؟ ثلاثة. أولها طواف القدوم الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف القدوم سنة عند الجمهور، وهو أول الأنواع، وربما سماه بعض الفقهاء طواف الورود، لأنه يبدأ به من قدم مكة أو ورد على مكة. هو سنة لغير المكي عند جمهور الفقهاء. ومالك رحمه الله يرى وجوبه ويرى في تركه دما، وبه أيضا قال بعض الفقهاء، والجمهور على أنه سنة بالنسبة للمفرد من الحجاج، وبالنسبة أيضا للقارن الذي يحرم بالعمرة والحج معا. طيب، وأما المتمتع فإن طوافه لن يكون طواف قدوم، سيكون طواف عمرة، سيطوف ويسعى. هذا الطواف الأول. فما هو الطواف الثاني؟ طواف الإفاضة، أو ربما يسمى طواف الزيارة. متى يكون؟ يوم العيد. طواف الإفاضة فرض باتفاق الفقهاء، بعضهم يسميه فرضا وبعضهم يسميه ركنا، لكنه مما لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا يكفره بشيء، لا بد من إتيانه بالطواف، يعني طواف الإفاضة. والطواف الثالث هو طواف الوداع، وطواف الوداع واجب عند الجمهور، سنة عند مالك، خلافا لطواف القدوم تماما. هم يقولون بسنيته ويقولوا بوجوبه، وفي الوداع يقولون بوجوبه ويقول هو بسنيته، ومآخذ الفقهاء في هذا معتبرة. والخلاف بينهم في حكم هذه الأنواع من الطواف راجع إلى جملة من الأدلة، ليس هذا مقام بسطها، إنما المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف وهو قد حج قارنا وقيل مفردا، حج صلى الله عليه وسلم وطوافه هاهنا طواف قدوم وليس تمتع، لأنه لم يتمتع، ليس طواف عمرة، بل بقي محرما صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى منى صبيحة يوم الثامن كما سيأتي. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، ثم خرج إلى الصفا، ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد السعي. ما حكم السعي في الحج؟ طيب، السعي ركن في الحج عند الجمهور، ودليل ذلك حديث عائشة الذي أخرج مسلم في صحيحه، قالت رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. تقول: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو الذي قلنا في بداية المجلس لم يكن معه بذي الحليفة وجاء من اليمن، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: بماذا أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وأمره إذن بين الطواف بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. إذن اتجه عليه الصلاة والسلام إلى الصفا بدءا بالسعي، وسنذكر في مجلس الغد إن شاء الله تكملة للحديث، وما الذي كان من هديه عند الصفا والمروة، وما الذي يشرع للحاج أيضا في تلك المواضع. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واكتب لنا إلهي جميعا في هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم كما يسرت لنا الإتيان إلى بيتك الحرام، فيسر لنا إتمام النسك
على أكمل وجه وأتمه يا ذا الجلال والإكرام، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، اللهم فيسر أمرهم وتقبل نسكهم وأعنهم على ذلك كله بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومن خلفوا في ديارهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.